عبد وصل. هنخلص الليلة؟ هنشوف هو خارج، لو كان الجو رايق هنخلص. طب اللي معاه ده لو اتدخل هنتصرف ازاي؟ احنا مولدنا على عبده بس. الجدع اللي معاه ده لو كان عاقل بعد عننا، عمل فيها شجاع السيمة هو الجاني على روحه. ده انت دماغك سم يا عرفة. ما عشان انفذ اللي انت قلته ما ينفعش كده اقوله سك خبط لزق. تقوم شغال على ابوك وتبين له ان انت هديت عشان يجي في صفك. طبعا. ما هو انا لو فضلت على حالي ده نجات مش هتوافق عليا، وابويا كمان هياخد صفها. لكن دلوقتي بقى ممكن اروح لنجات اقول لها عرفه بتاع زمان خلاص انت مات، في عرفه دلوقتي جديد نولوك عايز يعيش بقى في هدوء وراحه بال الباقي من عمره، ومحتاج واحدة أصيلة بنت ناس زيك كده تقف جنبه وتكمل بقى معاها بقية حياته. عيني يا عيني، ساعتها أبوك بقى لازم يجي في صفك ويبقى معاك. خصوصا بقى لما أقول له إن أنا عايز بنت تعيش وسط ولاد أخويا وأكون أنا بقى السند للكل. يا لعبك يا لعبك يا ملعب، أنا كنت عارف عارف إنك هتلعب وترسم وتخطط لحد ما توصل للي انت عايزه كده. بقى يا معلم كله بقى تحت ايدك، المشتل واراده والمكافأة اللي هتاخدها نجات. طب اقول لك حاجة يا عبدو وهتصدقني فيها. قول. طب والله العظيم انا ما ناوي على شر، انا نيتي خير، انا عايز اعيش بقية حياتي بقى وانا مستور، عايز بنت تعيش وسط ولاد اخويا واكمل بقى حياتي في هدوء كده وراحة بال. أنا خلاص يا عبدو تعبت على المعاناة اللي أنا فيها دي والشقة اللي أنا فيه ده. طب وأنت هتقدر تمشي عادل يا عرفة؟ أحاول أحاول يا أخي، ونعيش بقى زي بقية الخلق دي ما عايشة، يعني إحنا أولاد البطة السودا يعني. عرف اللي أنا أعرفه ما يستحملش ده كله. يا سيدي لما يهفني الشوق ها وعايز اروش معاك شويه وراوش ابقى اقصر معاك هنا ليله. وليله جر ليله جر ليله لغايه ما يبقوا الف ليله وليله. عندي ليكي خبر يجنن مش هتصدقيه. ايه؟ اتفقت مع صاحب كباريه جامد قوي هتقدمي نمر عندهم. بجد؟ رابط مالك سايق العوا مش فرحان؟ ده انا قلت انك هتطلي من الفرح. لما انا فرحانه اهو يا بنت، ده انا خدت عربون ما تحلميش بيه. وانا شفت حاجه. المهم ان انا شفت يا بنت، وما دمت انا شفت يبقى كانك شفت بالظبط. مش احنا الاثنين واحد ولا ايه؟ ايه؟ لا ده انت تسد النفس، سايق العوا وغلسه ودمك تقيل قوي. عموما انا قلت لك عشان اخلص ذمتي بالاذن يا حلوه. قركتك مصيبه تاخدك. مية 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 مية.
الواد عبده اتاخر ليه؟ يلا عرفه. الله يخرب بيتك يا عبده. يلا عرفه. انا هو انت جيت؟ اه يلا بينا. طب ما تقعد لسه القعده هتحلق. يا عم يلا بينا خلص. الله انت. طب استنى اخد الشفره دي. بلاش تفاصيل. يلا يلا انت مش ساعد ليه؟ عرفه. السلام عليكم. عبده فايق، ايه الناس اللي بتظهر على اخر الليل دي؟ يا عم كنت جيتوا اول الليل، كنا سهرناكوا سهره حلوه. اه فيها فايق؟ في حسابه لازم نخلصه يا عبده. لا حبيبي، ده انا لحم مر قوي. عبده انت صاحبه؟ صاحب مين؟ عبده. ولا عمره عرف. امال انت واقف ليه؟ ده انا مشيت من بدري. يلا. ايه ده؟ بقى ده شكل واحد عايز يتعدل حاله؟ استغفر الله العظيم يا رب. قال وهيقف جنب ابوه ويقف جنب بنته وجنبنا، وعلى رأي المثل ديل الكلب عمره ما يتعدل لو علقه في ديله قالب. الله يرحمك يا راجي، الله يرحمك. معقولة اللي حصل الليلة دي؟ ده الواد عبده راح في شربة مية. يا ترى مين اللي وراه اللي حصل ده كله؟ أنا مالي، شغل بلطجية في بعض، بس على الله رجلي ما تجيش في الموضوع ده. ما في ناس كتير شافونا مع بعض الليلة. الصبح قرب بيطلع، أنا لو دخلت نمت دلوقتي مش هصحى حتى لو بالطبل البلدي، وهتبقى بدايتها غم مع أبويا. بلاها نوم النهارده. وانت بقى بجلالة قدرك جايلي من بدري قوي كده عشان تقولي الكلام الفارغ ده؟ ده مش كلام فارغ يا ست محاسن، مش كلام فارغ خالص. احنا مش قد عرفه وغلسته، وخصوصا ان هو مش لوحده، ده معاه عبده البلطجي، وعبده البلطجي ده بجوز جنيهات يورينا ايام سودة. طب وانت رايك ايه يا عطا؟ انت كده كده هتخلعيه، ولما هتخلعيه هتبريه من كل حاجة. ماشي، بس ده كمان عايز فلوس. ما هو ده اللي فارسني، هينقص من الغلة. نعم؟ قصدي يعني تعالي نحسبها مع بعض، نحسبها. بصي، انت هتدفعي مصاريف للقضية، خلاص نديله المصاريف دي ونسد بقه. عرفة طماع وممكن يزودها. لا، هو واقع على الآخر وهيرضى بأي حاجة، المهم انت توافقي. خلاص، قول له اني وافقت، المهم ان انا اخلص من وشه. هبلغه وهتخلصي منه على طول. بس اوعى اوعى يضحك عليك في الاتفاق على الفلوس. انا ما حدش يقدر يضحك عليا في مواضيع الفلوس دي ابدا. ما انا عارفاك يا عم، طول عمرك واعي. حر ونار في جتته القرشين اللي هياخدهم، كانوا هيبقوا من نصيبي بعد ما نقول المراد. بتقول حاجه يا عطا؟ بقول يعني فطريني شربيني اي حاجة، انا على لحم بطني من ساعتها، خرجت من البيت على هنا ومن هنا هطلع الصيدلية. ماشي يا عطا، ما انت برضو تعب نفسك معانا. لا تعب ولا حاجة ابدا يا ست الكل، المهم نقول المراد في الاخر. وكنت شايل هم ان عرفة يغلبني في الصحيان،
لأنه مش واخد على كده. لكن تصدق يا نجات، ألاقي صاحي قبل مني ولابس وجاهز كمان. أنا اديتك كلمة يا حج ومش ممكن أرجع فيها أبدا. طبعا يا حج، معقولة يعني إنك تقول لابنك اصحى الصبح وما يسمعش كلامك؟ طبعا لازم يسمع كلامك ويصحى. الله يرضى عليك يا نجات، أنا أصلي لما أحط حاجة في دماغي يبقى خلاص. لو إيه كمان؟ ده هو اللي صمم إن إحنا نفوت عليكي عشان نطمن عليكي وعلى الأولاد قبل ما نروح المشكل. كتر ألف خيرك يا حاج، أنت هو إحنا كويسين الحمد لله، أنا والأولاد ربنا معانا يا حاج. ربنا كريم. يلا يا ابني على المشكل. اتفضل اتفضل يا سلام يا حبيبي. مع السلامة يا حاج، ربنا يطول في عمرك. نجات، انا عارف ان انت تعبانه وبتشقي وكل يوم تودي الفطار والدواء لابويا في المشتل. انا خلاص هعدي عليكي كل يوم اخد الحاجات دي اوديها بنفسي. خليك انت قاعده في البيت كده معززه مكرمه، ربنا يقويكي. السلام عليكم. الف سلامه. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. الله، هو ماله الجدع ده بيلون وش كده ليه؟ وبيتحنجل عليا وعلى ابوه. يا ترى ايه اللي في ضميرك من ناحيتنا يا عرفه؟ احنا ناقصينك، احنا يا اخويا اللي فينا مكفينا. استغفر الله العظيم يا رب. يا ندى، يا سميه، يا باسم، يلا يا اولاد، بقينا الصبح خلاص. يلا اصحوا قبل ما احضر لكم الفطار عشان تروحوا الجامعه. أنا فين؟ أنت في المستشفى؟ إيه اللي حصل لي؟ احمد ربنا إنك عايش، أنت اتكتب لك عمر جديد. فعلاً عبد أبو العزم ده من المنطقة تبع الاسم عندي، مسجل خطر بلطجة. عشان كده يا باشا يا ريت حضرتك تتولى الموضوع ده بنفسك. خدتوا أقواله؟ في الحقيقة لسه، لأن حالته الصحية ما تسمحش. التحريات؟ التحريات لسه ما خلصتش، بس احنا عرفنا ان هو كان سهران مع واحد صاحبه في كباريه وخرجوا مع بعض قبل الناس ما تشوفه هو بالحاله دي بوقت قصير. وعرفتوا مين صاحبه؟ واحد اسمه عرفه المرشدي. عرفه المرشدي؟ سيادتك تعرفه ولا ايه؟ احتمال. عموما اشرف بيه الموضوع من دلوقتي معاك وانت قدها قدود. بعد اذن ساعتك يا باشا. معقول هيكون عارف المرشدي ده اخو المرحوم رضي؟ من يشتري الورد. الله، نزلت ليه يا نجات؟ ما انا قلت لك ارتاح وانا هعمل كل حاجه. الله، جرايا عارف، عاوزنا نرتاح ليه؟ من يوم ما مات المرحوم اخوك وانا بشتغل الشغلانه دي، ايه اللي جد وعايز نرتاح عشانه؟ خلاص يا نجات براحتك. والله انا كان قصدي خير. كتر خيرك يا اخوي. ها، هترجع معايا المشتل ولا هتطلع تعسل لك شويه زي العاده؟ لا لا، عسل ايه، ده وقت نوم. هاجي معاكي طبعا. هو ده عرف المرشد يا سياده الامين. انت عارف المرشدي؟ ايوه يا باشا. تعالى معايا. يجي معاك ليه يا سياده اللواء؟ هو كان عامل ايه عشان تاخده معاه؟ حضره الضابط عايزه في الاسم. وماله يا باشا اجي معاك الاسم؟ والله اكيد في حاجه غلط. طمني انا جات وطمني الحاج، انا راجع على طول. اتفضل يا باشا. مش ناقصين فضايحك ومشاكلك يا زعرف، وكفاية اللي فينا مكفينا. ازيك يا عرف؟ ازي الحاج مرشدي والست مرات السراد واولاده، اخبارهم ايه؟ الحمد لله يا باشا كلهم بخير. طب الحمد لله. تعرف السراد الله يرحمه عامل معايا اعرف ولا ما تعرفش؟
ايه يا بيه؟ انقذ حياتي من الموت، يعني ليه جميل كبير قوي في رقبتي، واهله هم اولى ناس ان اقف جنبهم عشان ارد لهم الجميل ده. ما انت ساعة الباشا يعني قمت بالواجب وزياده، ده كفايه وقفه حضرتك معانا من ساعه وفاه المرحوم لحد دلوقتي، ومستعد اقف جنبكم لاخر العمر اكراما للسور راضي الله يرحمه. عشان كده بقى عايزك تيجي معايا دغري وتصارحني عشان اقدر اساعدك. عدم المؤاخذه ساعت بيه، اصل انا يعني فاهم على قد يعني. مش فاهم يا مؤاخذه. افهمك، انت وعبده كنتوا في الكباريه مع بعض وخرجتوا مع بعض والناس كلها شافتكم، بعد كده لقيوا عبده جنب الكباريه بين الحياه والموت وانت اختفيت. احكي لي بقى ايه اللي حصل. ايوه فعلا كدب خيبه، انا ما اقدرش اكدب على سعادتك، انا فعلا كنت في الكباريه ساعه البيه، بس خرجت بعد كده انا وعبده. انا بقى مشيت وهو فضل مستني. فضل مستني مين بقى؟ اصل هو سعاده البيه يعرف بنت في الكباريه، مش عارف اذا كانت بتغني ولا بترقص، بيستناها بقى لما تخلص تمرتها وياخدها يوصلها. يعني انت لما سبته كان صاغ سليم ما فيهوش اي حاجه؟ حصل بيه. متاكد عرفه؟ ايه متاكد يا عرفه؟ انا برضه هغشك يا سعاده البيه. لو ليك دخل بالموضوع ده قول لي وانا هساعدك. حظ الله يا سعاده البيه ما بيني وبين الكباريات، انا مش بتاع الجو ده، انا راجل في السليم، ويمين بالله ما قعدت بالكباريه ده مره تانية. هي الحكايه باختصار يا سعاده الباشا، بس ان انا بعد وفاه المرحوم اخويا الله يرحمك ويحسن اليك يا راضي، كنت مخنوق كده وتعبان، قلت اروح افك عن نفسي شويه. لا حقك، حقك عارفه طبعا انك تفك عن نفسك، بس انت انا مش مخبي عليا اي حاجه خالص. هو عبده عامل ايه دلوقتي يا باشا؟ فاق وهناخد اقواله النهارده. طب كويس كويس يا سعاده الباشا، وبعدين لو سعادتك سالت عبده هيقول لك ان انا ماليش علاقه باللي حصل ده خالص. اتمنى اعرف تقدر تروح، وبسلم لي على الجماعه واقول لهم ان انا اول ما اظبط شغلي كده هبقى اجي اطمن عليهم بنفسي. تهانس تهانس وتشرف يا سعاده البيه، ربنا يخليك لينا يا سعاده البيه وما يحرمناش منك ابدا يا اصيل، بالاذن. سلام عليكم. بس ما تعرفيش انا جت عرف عمل ايه وخدوه الاسم ليه؟ ربنا يجعله خير يا حاج، علم علمك والله. طب يا بنتي يلا اتكلي على الله انت روحي. لا اروح ايه؟ انا هقعد معاك مش هسيبك لوحدك. وانا هيجرى لي ايه بس؟ كل خير ان شاء الله. فكرك عرفة يعني عمل ايه؟ هيكون عمل ايه بس يا حاج؟ العلم عند الله. طيب انا هسألك سؤال وتردي عليا بصراحة من غير ما تكذبي. سؤال ايه ده يا حاج؟ اللي زي عرفة ده ممكن يتهدي ويتصلح حاله زي ما وعدنا، ولا كلام في الهوا وخلاص؟ كلمي ما تتكسفيش مني. أبا بكدب عليك يا حاج لو قلت لك ان هو صادق، وانا ما تعودتش اكتب، وبرضه مش عايز اظلمه واقول ان هو كذاب عشان العالم بالقلوب ربنا سبحانه وتعالى. يعني في الاخر مش عايزه تقولي لي عقاد نافع؟ ها اروح اشوف شغلي انا بقى. لا والله ما انت ماشي. الله المشتل محتاج شغل كتير. وماله يا حاج؟ قول لي على اللي انت عاوزه وانا اعمله لك، وخليك انت مستريح. ربنا يريح قلبك يا بنتي. يلا بينا. حاضر. استعنا على الشقه بالله. عارف عبده، انا لو ما كنتش استنجدت بالناس وقلت يا ناس الحقوني كانوا زمانهم مقطعينك حته. ده في واحد زي الشحطه راجل كان هيفلق دماغي بالسطور اللي معاه ده ولا السنج اللي معاه دي. على فكرة أنا اللي بلغت الإسعاف. مش هيعدوا بيها عارفة، ومهما حصل أنا برضو لسه عبد اللي عمره ما هيسيب حقه. الناس دي عملوا معاك كده ليه؟ مش عارف، أنا مفيش بيني وبينهم أي حاجة أعرف، أكيد في حد زائهم عليا. حد زي مين؟ لسه ما تأكدتش، بس لما أتأكد هدفعه الثمن غالي أوي. اهدى اهدى، خليك في اللي انت فيه، لما تقوم بالسلامه اعمل اللي انت عاوز تعمله. بس بقول لك يا عرفه، انا مش عايز حد في الحته يعرف اللي حصل عشان انا ما حدش يشمت فيه. اطمن اطمن يا عبد، انا كمان مش عايزك تجيب سير بالموضوع ده خالص، طبعا انت عارف ظروفي، الموضوع ده ممكن يفتح عليا قلق، انا مش عايز اخش منطقه القلق دي. ماشي ماشي عارف، انا
هبعدك عن الموضوع ده خالص. طيب انا هبعد عليك مره تانيه بقى، مش عايز حاجه ولا ايه؟ لا اعرف، متشكر قوي. طيب انا هبلغ سالي، ما هي برضه مراتك. مش عرفك انها لسه ما تعرفش؟ قصدك ايه؟ مش يمكن تكون هي ورا كل اللي حصل؟ سماح، ممكن تكون ورا اللي حصل؟ معقول انت شاكك فيها للدرجه دي؟ هي لسه سالي، بس لو اتاكدت اعرفها ان هي ورا اللي حصل هعمل فيها عمايل، هخليها تتمنى الموت وما تطلوش. اه طيب، طب بالاذن. يا رب، المر الذي تختاره لنا أفضل من الشهد الذي نختاره لأنفسنا. وأنا راضية، راضية بكل تختاره لي يا رب، وبشكرك على كل حال وفي كل حال. بس يا رب حنن قلب ولادي علي، واكتب لي يا رب اني اكمل اللي بقيلي في عمري في بلدي وسط اهلي وناسي اللي بحبهم وبيحبوني بشفاعة ام النور من. يا رب خليك معايا وحافظ على الولاد، لاني لك الملك والقوة والمجد الى الابد. آمين. لا ما تقلقيش، أنا خلاص أقنعتها بموضوع البيع ده وهيتم إن شاء الله قريب. وبالنسبة للسفر أنا عامل خطة كده في دماغي هتخليها تسافر من غير أي قلق. طب سلام بقى دلوقتي، سلمي على العم. سلام. أختك دي بقى اللي أنت بتكلمها؟ أيوه. وبديتهاليش ليه؟ قالت لي أكلمك تاني. وهي عاملة إيه؟ زي الفل، الحال ماشي معاها تمام. يا راجل، هي كانت بتشتكيلك، بعديها على طول ربنا فتح عليها من واسع وكل مشاكلها اتحلت، وبتقول لي ان احسن حاجه عملتها انها سافرت لانها فعلا حست بالنجاح. ايه، هو انا اللي بعمله في الناس هيتعمل فيا؟ بتقولي ايه؟ ولا حاجه، فالح انت واختك. بس اهي دقنا، إن شفته خير غير في البلد دي ابقى تعالى قابلني. بجد يا ندى، بجد كنت هتجنن واشوفك. ما انت عارف الظروف يا امير. المشكله ان انا عارف الظروف، عشان كده فعلا كنت هتجنن واشوفك. عارف، انا حاسه ان انا في كابوس ومتاكده ان في حد هيجي يصحيني منه، ولاقي ان مفيش اي حاجه من اللي حصلت لي دي حصلت. يا ريت فعلا ما يبقاش في اي حاجه حصلت يا ندى، بس صدقيني لازم تعيشي الامر الواقع عشان تعرفي تتعايشي مع الحياه. بحاول يا امير. طب انت عايز تحضري المحاضره الجايه؟ والله انا لو عليا انا مخنوقه ومش عايزه اعمل اي حاجه، انا بفكر اروح. طب ايه رايك تديني فرصه اخرجك من الخنقه اللي انت فيها دي؟ ازاي؟ مفيش، هنروح انا وانت نقعد في مكان هادي كده هيهدي اعصابك جدا. مش هينفع يا امير. يا ندى ارجوك اديني فرصه احاول اساعدك بيها. امير ارجوك بلاش تصمم. لا يا ندى بقى، انا مصمم الا اذا بقى لو مش انا الشخص اللي انت بتتمنيه. ارجوك يا ندى، ارجوك ما تعنديش مع نفسك او معايا، صدقيني انتي محتاجاني زي ما انا محتاج لك بالظبط. طب بص هقول لك على حاجه، اول لما تقولي لي عايز امشي هنمشي على طول. طب يلا بينا.
زي ما قلت لك اكيد الجزء ده هيتلغي من المنهج. يا خساره يا عمرو، ده خد مني وقت طويل قوي عشان تبطلي تذاكري زي الموس وتمشي معانا واحده واحده. اهو اروكم ده هو اللي جابني لورا ومجهودي كله راح على الفاضي. سميه سميه. ايه يا باسم ما تيجي؟ لا تعالي انت، انا عايزك. طيب حاضر، عن اذنك يا عمرو. اتفضلي، احجز لك جنب في المدرج، ما تتاخريش. طيب باي باي. ايه ماله الواد ده دايما لازق لك كده ليه؟ ايه لازق لك دي؟ وبعدين ده زميلي، عادي يعني ان احنا نقف مع بعض، شيء طبيعي. امال ايه، احجز لك مكان جنبي في المدرج وما تتاخريش. ايه في ايه مالك؟ هو ايه اللي مالي؟ انا ما بحبش السخافات دي، الواد ده لازم يقف عند حد، ولو انت ما بتعرفيش تعملي كده انا اعرف اعمل كده كويس قوي. ايه الكلام الفارغ ده؟ انا عمري ما بخلي حد يتعدى حدوده معايا، وانت عارف كده. ما ده اللي مجنني، اذا كنت تبقى متحفظه معايا انا، يبقى مع واحد زي بقول لك ايه، ما تكملش. واضح ان انت مش عارف انت بتقول ايه. ليه، مجنون ولا بتهيألي؟ ما انا واقف وشايف كل حاجه بعينيا. مش هرد عليك، عن اذنك بقى عشان الحق محاضراتي. تلحقي محاضراتك ولا تلحقي الاستاذ اللي حجز لك مكان جنبه؟ لا انت اكيد ما انتش طبيعي النهارده، انت مجنون. انا رايح محاضراتي، عن اذنك. ايه رايك في المكان؟ لطيف. زمتك مش احسن من الكليه وقرفها ودوشتها؟ هو احسن، بس ما تاخدش على كده. يعني ايه ما تاخدش على كده؟ انا مش عارفه انت ازاي قدرت تاثر عليا، وازاي اصلا انا طوعتك وجيت معاك هنا. لا 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 لا، ما تقلقيش، الفتره اللي جايه هتطوعيني كتير قوي. اه انت بتحلم. طب ما انا لازم احلم وانت كمان لازم تحلمي. نحلم بايه؟ نحلم ان احنا يبقى لينا مكان يا جماعه. صدقيني يا ندى، صدقيني احنا الاثنين محتاجين لبعض. انت والدك متوفي وانا والدي متوفي من فتره قريبه قوي، وامي ولا حاسه بيا ولا تعرف عني اي حاجه، ولا بروح فين ولا باجي منين. صدقيني بجد احنا الاثنين محتاجين لبعض، محتاجين نقعد نتكلم مع بعض ونفتح قلبنا لبعض. الامور مش سهله كده يا امير. انا مش فاهم انت ليه بتصعبيها على نفسك وعليا. لان اللي بتقوله ده لو حصل ولاي سبب بعدنا عن بعض احنا الاثنين هنتعب قوي. بس من ناحيتي انا متاكد اني مستحيل اقدر ابعد عنك. مش عارفه اقول لك ايه يا ندى. انا مش عايزك تقولي لي حاجه، انا عايز اسمع منك اللي انت حاسه بيه. خايفه. اه كلمه خايفه دي مش عايز اسمعها منك طول ما انا جنبك. على فكره انا اتاخرت ويلا بقى عشان نمشي. يلا بقى عشان نمشي. وتاخرتي ايه؟ احنا لسه جايين. انت وعدتني اني اول ما اقول لك عايز امشي هنمشي على طول. طب طيب توعديني ان المكان ده هيبقى بتاعنا وهنيجي نتقابل فيه دايما؟ ما هو انا مش همشي من هنا لما توعديني. طب يلا قوم بقى. طب اما نيجي اقول لك، يعني جيت اقول لك نيجي هنا تاني ويا ندى وبتاع والحاجات دي كلها، هتيجي تقولي بقى لا اصل الكليه واصل انا خايفه واصل مش عايز اجي ولا ايه؟ مين عارف، مش يمكن انا اللي اقول لك عايز اجي هنا على طول. حاجه غريبه بقى، ظابط اشرف هو اللي كان عايزك؟ اه يابا، ده كان عايز يطمن علينا بيطمني يعني ان اجراءات المعاش والمكافاه بتاعت المرحوم قربت تخلص. على فكره بعت لكم السلام. سلام؟ طب والله فيه الخير. لما هو بيسلم علينا، طب ليه بعت لك امين شرطه ياخدك بالمنظر ده في الحار؟ لا كان بس بعت الامين عشان يديني خبر اروح له، وبعدين الامين ما فهمش فعمل الحبتين دول يعني. يوم يقعدك طول النهار في القسم هناك؟ لا انا جات، انا ما قعدتش طول النهار ده، هي كان نص ساعه ومشيت على طول. بس انا اصلي كان عندي مصلحه لازم اقضيها واخلص منها بسرعه عشان افضى بقى للمشتل وللشغل ولابويا. شغل شغل يا اخويا، نجات طلع عينها من الصبح في الشغل. وليه يا نجات تتعبي نفسك؟ على العموم يا جماعه اطمنوا، انا خلصت كل حاجه وفاضي شغل المشتل. مفيش تعب ولا حاجه، انا عينيا الاثنين للحاج. طب يا حاج انا لازم اروح لحسن، اتاخرت قوي على عيالي. طب على مالك يا بنتي وانت ماشيه؟ حاضر. طيب استنى موصلك. لا خليك انت مرتاح، انا عارف السكه، ما انت عارف انه قريب هنا. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام سلام على الولاد.
سلام، نجات دي أصيلة. فعلا يا أبا، نجات دي أصيلة وجدعة، وأنا لو كان ربنا كرمني ورزقني بواحدة زي نجات دي كان زمان حالي اتغير. واللي زي نجات دي في زيها دلوقتي؟ على رأيك يا أبا، الست الأصيلة الجدعة بقت عملة نادرة في الزمن ده. خسرتك عرفة. انت كنت ناويه تقعدي معانا هنا كام يوم، اشمعنى يعني دلوقتي عايزه ترجعي عند جدي؟ بابا وجدي طول اليوم في المشتل ومحتاجين لما يرجعوا يلاقي حد يشوف طلباته. بس كده يعني؟ مش عامله نفسك مقموصه من اللي حصل النهارده في الكليه؟ وهو ايه اللي حصل النهارده؟ يعني اسلوبي اللي ما بقاش بيعجب حضرتك. شوف اما اقول لك، انت اليومين دول بتعمل حاجات غريبه، انت عمرك ما كنت كده. بس انا لازم دلوقتي اكون كده. ليه ان شاء الله؟ في الاول بابا الله يرحمه كان موجود، كان مسؤول عندنا كلنا، لكن دلوقتي انا مكانه ولازم اخد بالي منكم كلكم. انت بتتكلم بجد؟ والحاجات دي فيها تهريج؟ يا ريتك كنت بتهرب، لانك لو بتتكلم بجد تبقى داهيه. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك فاكر ان التحكمات الفارغه اللي انت بتعملها دي هتخلي حضرتك كبير ومسؤول عننا، تبقى انت مش فاهم يعني ايه مسؤوليه. بقول لك ايه، انا كبير وفاهم انا بعمل ايه غصب عنك وعن اي حد، انت فاهمه ولا لا؟ اوعى ايدي كده. عايز افهم انت عاوز ايه تاني يا هاني؟ عايز اريحك على الاخر يا ماما، هاخدك معايا الصبح لغايه الشهر العقاري، تعملي لي توكيل عام رسمي. ليه ان شاء الله؟ عشان اخلص انا اجراءات البيع، وبعدين انا عارف ان موضوع البيع ده مش جاي على هواكي، ممكن تقولي كلمة كده ولا كده قدام الناس تبوظي لي الموضوع. يا ريت يا اخي، يا ريت يبوظ ونخلص. شفت بقى؟ يبقى احسن حاجة موضوع التوكيل ده، وتسيبيني انا بقى اخلص كل حاجة. حاضر حاضر يا استاذ هاني، انا هعمل لك كل حاجة انت عايزها. فانت خلاص بتتصرف من نفسك كأني انا مش موجودة. ولازمته ايه الكلام ده بس يا ماما؟ عندك حق، ملوش لازمة الكلام، ما انا خلاص ما بقاش عندي جهد ولا صحة علشان أوجع قلبي معاك. مساء الخير يا أبو العز. مساء الخير يا حاج مرشدي. رئيس عرفة. يا عطا. كنت عايزك. ازيك يا عم مرشدي؟ أهلا يا عطا. أهلا يا عم أبو العز. ازيك يا ابني؟ في إيه يا ابني؟ كنت عايزك يا ريس في خمسة كده يعني. طب اطلع أنت يا أبا وأشوف الولاد عاوز إيه وأحصلك على طول. طب ما تتأخرش وخلص المواضيع دي، مش عايزين قلق ولا مشاكل. اتفضل. تعال يا اخويا ما اشوف انت عايز ايه بقى. قلت لك من الاول هتتعود على المنوم مش هتقدر تستغنى عنه، هيعمل لك مشاكل. هو بمزاجي يا دكتور مش بمزاجي، انا حاولت ليالي طويله ان انام من غيره واستغنى عنه لكن ما قدرتش. على الأقل حاول تقلل منه. أحاول دكتور فكر أحاول. بقول لك يا أستاذ شاكر، ما فيش أي أخبار عن أختك؟ أختي؟ أختي كويسة، كويسة الحمد لله. الحمد لله؟ إيه؟ اتصلت بيك ولا إيه؟ لا بس أنا حاسس إنها هترجع إن شاء الله. أصلا ما تقدرش تستغنى عني، أنا كنت مريحة على الآخر بعملها كل حاجة. ما يمكن هو ده اللي زهقها. زهقها؟ في حد يلاقي حد يحبه ويعمل له كل حاجة ويخاف عليه ويزهق؟ حتى لو قفص العصفور من ذهب برضه اسمه قفص، ما هيصدق إن بابه يتفتح يهرب ويطير. بابه يتفتح؟ بس هي ما كانتش تعرف تفتح باب ولا تروح ولا تيجي ولا تعمل أي حاجة خالص. كانت اللي أنا متأكد منه إن في حد هو اللي فتح لها الباب. حد؟ حد زي مين؟ مش عارف. وأنا لو أعرف كنت قعدت ألف البلد كل يوم أدور عليها. لسه عندك أمل إنك تلاقيها؟ أنا عندي يقين إني هلاقيها. يقين؟ أيوه. وبكرة تشوف يا دكتور فكر. بكرة تشوف.
بتقول كلام يا اخويا؟ بقول لسيادتك يا فندم ان هو ده المبلغ اللي معاها وهو ده اللي تقدر تدفعه. ولا انت هتلف وتدور عليا ولا ايه؟ يا ريس انا مش بتاع لف ودوران، وبعدين محاسن دي انت تخلص منها خالص، وباقل من كده كمان. مش هي بنت خالتي بس جلده وقيحه وميتها على الدنيا. واللي تطلع بيه منها احسن منها. وافق يا باشا، وافق وعلى ضمانتي انت الكسبان في الاخر. انا موافق يا عطر، بس بقول لك ايه، تحسك عينك لو حد خد خبر ان انا خدت فلوس من محاسن انا هخرب بيتك وبيتها. لا يا باشا، هو حد يستاجر يفتح بقه؟ ارحمني بس يا باشا، انا مش حملك. امتى يا باشا نتقابل ان شاء الله؟ بكره نتقابل عند المأذون ونخلص.